السلام متتبعين ديالك، دايرين لاباس عليكم؟ بخيرين مزيانين، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بالناس الجداد اللي عندي في لاشين، مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى ان شاء الله تكون القناه ديالي مفيده لكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنبغي نشارك معكم اليوميات ديالي مع شي طبيعه الحال معروف عند النساء المغربيات. اليوم جيت نشارك معكم دجاج في الطاجين ديال الطين، كنقولوا له باش الحال كيقولوا له الحماس، يعني هادو كيقولوا له الطاجين ديال الطين. اليوم جيت نشارك معكم الطاجين كيفاش كنعدلوه. اول حاجه غادي ندير الزيت. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على هاد الطاجين اول مره ملي شريته كيفاش زعما صايبته باش ما عطر تقليش، هاد الطاجين اول نهار ملي كتشريه كتدهنيه بزيت العود من الداخل ومن برا، وكديري فيه واحد البصله مقطعه غليظه وكديريها في العافيه على نار مهيله وكتخليها حتى كتحرق ديك البصله كتولي كحله، وحتى الطاجين ديالنا كيتحرق باش هكا ما يقدرش يطرطق ملي تكوني كطيبي عليه. ومن بعد تقدري طيبي عليه، كيجي صراحه هو بنين وغزال على ديال الحديد. انا وليت كنستعملو بزاف الا كان عندي هكا الوقت، يعني كاين اتساع في الطيام مثلا غادي، حيت هو كيبغي النار مهيله وتخليه وتمشي تقضي شي شغل، يعني غير نهار اللي كنكون انا مخدامه شي كنقدر نديرو. اما من بعد مع الخدمه غادي غير خصك كوكوط ولا شي حاجه راكم عارفين. المهم هنايا عندي جوج ديال البصلات مقطعين، وعندها عندي هنا ثلاثه ديال الجزر وجوج ديال البطاطس، وانا عندي الثومه مفكوكه، هنا عندي ربيع مقطع قزبر معدنوس ومعاهم العطريه وزيت العود. ديجا اول حاجه درت الزيت ملتحيت ودرت البصله ديالي، دابا غادي نفرش الجزر، ومن الفوق غادي نزينو ان شاء الله بسفرجل معسل شويه ديال القرفه وشويه السنيده. دابا ان شاء الله نشارك معكم، غادي ندير البطاطس هكا صراحه غير كيطيب كيهبط راكم عارفين كيجي غزال. انا هكا ديال بالنسبه للناس اللي كيديروا مغريشه في الطاجين، كي كتعرفوا يعني الطاجين ديال السفرجل خصو يكون حلو ماشي حامض، يعني انا ديال السفرجل ما كنديرش معاه هذا. ودابا هاد الربيع هذا اللي ديجا قطعته ودرت فيه العطريه غادي ندير بعدا الثومه، يعني غادي نفرقها على القنوت باش من الطير تهبط. وهنايا عندي العطريه اللي ديجا خلطتها كامله مع زيت العود، عندي الخرقوم من طبيعه الحال، كنجبير البزار هكا كنبقى ندوزها، وهي البطاطا ديالي من طبيعة الحال العطرية راه كتوصل غير كتكبي الما راه كتوصل لتحت، كيطيب على نار مهيلة كيما قلت لكم. ودابا غادي نجيب الدجاج حيت غنديرو من الفوق، راكم كتعرفين الدجاج يعني دغيا كيطيب، كنحاول ندخلو شوية العطرية. صراحة هاد الطاجين ديال الطين كيجي حلو والله، إلا كيجي معسل في الماكلة أحسن من الطاجين ديال الحديد. أنا بعدا وليت كنستعملو بزاف، وكيجي فيه تا الحوت، كيجي فيه غزال، كاين كيديرو هكا كيعمروه بالحوت وكيصيفطو الفرن الزنقة. صافي دابا كنخليه ما نسدوش، غادي نشعل عليه العافية مهيلة، غادي نزيد واحد الفلفل حارة من الفوق كيعجبني الحار بطبيعة الحال، وغادي نخليه قد ما كيطيب كيبقى يهبط حتى يعطي لها تقدروا نسدو عليه الغلقه ديالو، ونتلقى معكم ان شاء الله بعد قليل. انتم المتتبعين ديالي، بعد ما طاب ليا الطاجين انتم كيف كتشوفوه كيجي معسل وزينته بالسفرجل، ورفقت معاه شويه ديال العصير بالفريز والليمون والحاره ديالي. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، الى الفيديو القادم ان شاء الله يا رب، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم.